هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية. أما بالليل والصبح بدري فالجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك زهالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن امبارح حضرتك كنت معانا على الهواء في صباح الخير يا مصر، ونوهتي أن النهاردة هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة، درجة الحرارة يعني النهاردة في القاهرة 31. أخبار الجو النهاردة إيه؟ بالفعل هو اعتبارا من اليوم هنبدأ نتأثر بشكل كبير بالكتل الهوائية الصحراوية، فده هيؤدي لارتفاعات تدريجية في قيم درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. ده هيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وطبعا ارتفاع قيم درجات الحرارة. النهاردة العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية، وده طبعا 31 درجة مئوية في الظل بارتفاع حوالي 3 درجات عن الأمس، فعشان كده إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس حار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، أيضا محافظات جنوب البلاد، مائل للحرارة في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وده بيكون في فترة النهار وتحديدا كمان في وقت الظهيرة مع شدة الإشعة الشمس. لكن فترة الليل مع غياب أشعة الشمس هتظل الأجواء مائلة للبرودة، فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، وخاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، الأماكن اللي هيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لأن أيضا اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح على أغلب محافظات شمال البلاد. سرعات الرياح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة، وجود نشاط للرياح يساعد بشكل كبير على تنقيط الأجواء، وإحساسنا بانخفاض قيم درجات الحرارة، لكن فترة المساء وساعات الليل ويمكن ده عامل مساعد إحساسنا بالبرودة خلال فترة الليل. بالإضافة كمان طبعا مع دايما مع الاستقرار والمرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية بتأثر فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي مع انخفاضات خفيفة في الرؤية الأفقية ما بتأثرش تماما على حركة الجسور وبتتلاشى سريعا فور سطوع أشعة الشمس. يعني احنا تقريبا من الساعة 7 أو 8 صباحا الشبورة المائية بتختفي، الرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة هيكون غدا الخميس إن شاء الله، لأنه متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، الأجواء شديدة الحرارة فترة النهار، ومع يوم الجمعة يحصل إكسار لحدة ارتفاع قيم درجات الحرارة، لكن الأجواء هتظل أجواء حارة، ونرجع تاني للمعدلات الطبيعية إن شاء الله مع يوم السبت اللي جاي. بكرة كمان هنوه عن وجود بعض الأتربة والرمال المثارة في المنطقة الغربية، ممكن تشمل بعض كمان المحافظات الداخلية اللي منهم القاهرة الكبرى. عشان كده احنا هنأكد بس على كل السادة المواطنين، مهم جدا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، لأن دايما ده بيزود إحساسنا أكتر بارتفاع قيم درجات الحرارة. مهم كمان مرضى الكتلة الصدرية والضيور الأنفية، واحنا خارجين بكرة الخميس نرتدي الكمامات، القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق، طبعا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية. يعني الرياح المحملة بالأتربة دي هتكون بداية من بكرة يا دكتورة منار، لكن مش النهاردة. النهاردة لا، النهاردة إن شاء الله ما فيش أي أتربة ورمال مثارة، لكن من بكرة هتبدأ المنطقة الغربية اللي هي الصحراء الغربية وسواحلنا الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية تتأثر بالأتربة والرمال المثارة، وكمان مناطق من القاهرة الكبرى الأتربة والرمال المثارة ممكن تستمر معانا كمان يوم الجمعة ومع يوم السبت الثلاثاء. يعني إحنا عندنا الأتربة هتبقى الخميس والجمعة إن شاء الله. طب الشبورة هتأثر على الرؤية بأي شكل ولا مش مؤثرة؟ هي الشبورة المائية معاها انخفاضات طفيفة، يعني ما بتأثرش على حركة المرور بشكل كبير، ما بتأثر على الرؤية بانخفاضات طفيفة، فبالتالي ما فيش منها قلق تماما، لكن برضه احنا دايما بنقول القيادة تكون بهدوء تام لو حصل انخفاض في الرؤية الأفقية، لأن وارد كمان الأتربة تأثر بانخفاض في الرؤية الأفقية، فمع الشبورة المائية وحتى وجود أتربة ورمال مثارة مهم جدا بس القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. وفي القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 والعاصمة الإدارية 30-18، الإسكندرية 26-18 والعلمين الجديدة 26-18، أيضا مطروح 25-17 ودمياط 30-18، بورسعيد 26-17 والإسماعيلية
32-17، في السويس 28-18، وفي العريش 28-17، أما في كاترين 25-12، وفي طوبة 29-21، حلايب 29-24، وشلاتين 34-23، شرم الشيخ 32-23، والغردقة 32-23، الفيوم 31-18، وبني سويف 31-18 أيضا، الوادي الجديد 34-20، وأسيوط 32-18، سوهاج 33-19، وإنا 34-22، الأقصر 35-23، أيضا أسوان 35-23. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة.